يقول عكس ذلك، لكن ما علينا، احنا هنثبت ده في الكام يوم الجايين بصوت وصورة. لكن انا عندي لحضرتك كام سؤال كده سريعا. كان ممكن تحصل مشكلة لو لم تصدر هذه اللائحة وكنت اشتغلت باللائحة القديمة؟ انا عايز اعرف الناس، هل كان ممكن الوسط الرياضي ده يغلي بهذه الصورة لو الوزير ما كانش اصلا فكر يصدر لائحة وكانت الامور مشت باللائحة القديمة؟ والله احنا فوجئنا، احنا كنا متخيلين ان الوزير هيجي او يبقى هدفه الرئيسي ان هو يجمع مستشارين محترمين، زي ما كان يعني قناعاته كانت كده ايام ما كان عضو مجلس اداره، فدي قناعاته ان هو لابد فصل الجهاز التنظيمي او جهاز الحكومه عن الرياضه، وان هو نعمل قانون محترم طبقا للموثيق الدولي، وده كان ده الهدف الاساسي. احنا كنا متوسمين خير، احنا لو كنا هنتكلم، احنا اوريدي اللائحه بتاعت حسن صقر اصطدينا بيها وخلصنا عليها وما اتكلمناش وقلنا لحن، يعني كانت انتخاباتكم هتتعمل وانتخابات الزمالك ومفيش مشاكل. الاساس في هذا الموضوع ان هو نعمل قانون محترم، والقانون ده هو بقى اللي المفروض يبقى هو التشريع طبقا للمواثيق الدوليه زي العالم كله مشغال بالظبط. لكن احنا فوجئنا الحقيقه يعني لائحه فيها عوار دستوري وقانوني حتى على القانون المعيب ده، يعني فيها عوار يخالف القانون ويخالف الدستور بتاعنا. طب يعني انا كان يهمني الناس تفهم ان انتوا كنتوا مرتضين ان انتوا تتعاملوا باللائحه القديمه، يعني بند التام. اصل الوزير طلع في بعض وسائل الاعلام عايز يظهر ان سبب الهجوم عليه والضغط اللي بيحصل عليه دلوقتي انه اقر مبدا الثمان سنين، فانا قلت يا جماعه ده كده كده كان موجود الثمان سنين، ده اصلا مش افتكاسه جديده، كان موجود في اللائحه القديمه. يا استاذ محمد احنا لم انا ما حضرت المؤتمر بتاع اللجنه الاولمبيه، لم تطرق في كلمه واحده للثمان سنين، احنا ما اتكلمناش على الثمان سنين، احنا بنتكلم على نظام. نظام لابد ان هو يحترم طبقا للمواثيق الدوليه، لابد ان يبقى فيه الجمعيات العموميه ترجع لها الحق الاصيل بتاعها، ما ينفعش دوله تفرض على الجمعيه العموميه. انت النهارده بتسب الجمعيه العموميه لما تقول ان الجمعيه العموميه بتتواطأ مع المرشحين فبتجيبهم تاني، يعني احنا بنتكلم على نظام يا استاذ محمد، ما بنتكلمش على تمام. انا بس عايز المشاهد يسمع يا باشمهندس ان انتم كنتوا ارتضيتوا بلائحه حسن صقر وخلصنا خلاص، يعني الموضوع ده خلص وهتعمل الانتخابات وهدفكم بقى القانون وازاي ننمي الرياضه بقانون جديد يواكب التطور الموجود. بالظبط تمام. السؤال الثاني، الان هناك لائحة جديدة ويبدو أن الوزير مصر على فرضها على الوسط الرياضي، هل ستجرون الانتخابات الخاصة بالنادي الأهلي على اللائحة الجديدة، ولا الزمالك بدأ النهاردة يطلع أخبار أنه حتى هيلغي الانتخابات بتاعته لأنه لن يجريها على اللائحة الجديدة، وإجرائها على اللائحة الجديدة تعني إقرار النادي اللائحة الجديدة، إما أن الوزير يلغي اللائحة فتجرى الانتخابات أو لا يلغي اللائحة فستلغى الانتخابات، هل هتعملوا نفس الشيء أو ده اتفاق بين الزمالك وبينكم مع اللجنة الأولمبية، أو موقف الأهلي هيكون إيه بالنسبة للانتخابات؟ حضرتك بتاعي إحنا البيان بتاعنا كان واضح إن إحنا ماشيين مع اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية طلعت البيان الرابع إنها بترجي الانتخابات لحين فضل النزاع في هذا الموضوع، اللجنة الأولمبية بعتت شكوى للجنة أو بناءً على الشكاوى اللي جات لها من الأندية للجنة الأولمبية الدولية، بالتالي مستنية الرد بتاع اللجنة الأولمبية الدولية، والمفروض ان اللجنه الاولمبيه المصريه بصدد عمل زي مشروع لائحه يعرض على الجمعيات العموميه بتاعه الانديه وياخد موافقته، على هذا الاساس نبتدي نشتغل. طبعا ما فيش شك ان في اشكاليه قانونيه هنا، لكن احنا المفروض ان اللجنه الاولمبيه المصريه هتحاول بقى انها تستمد شرعياتها تاني من خلال للاسف اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني انتم مش هتجروا الانتخابات طبقا لطلب اللجنه الاولمبيه المصريه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك احنا متضامنين، احنا في لجنه من شكلتها اللجنه الاولمبيه المصريه، لجنه انديه والزمالك بالظبط كده، فاحنا متضامنين مع هذه اللجنه ومع مع الشرعيه الاولمبيه اللي بتديها الحق. يعني اقدر اقول ان يوم 30/7 مفيش انتخابات في النادي الاهلي؟ بص يا استاذ محمد كل شيء وارد، لكن احنا بياننا واضح وصريح ان احنا رافضين اللائحه الجديده ومتضامنين مع اللجنه الاولمبيه 100%. وبما ان اللجنه الاولمبيه بترفض اللائحه الجديده فالانتخابات قد تؤجل. كل شيء وارد. طب اللجنة الأندية مش شايف فيها حد من الزمالك والأهلي؟ لا أنا ما عنديش فكرة، لا من أعضاء مجلس الإدارة يعني. في لجنة المفروض إنها شكلت زي ما لجنة من الأندية كان فيها إحنا والزمالك وسموحة، واللي إحنا يعني اجتمعنا كانت شكلت يوم السبت يوم المؤتمر اللي نادى بيه أو اللي دعا ليه المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. واتعملت لجنة وعملنا أول اجتماع كان يوم الاثنين، والنهارده كان في اجتماع الحقيقة فأنا ما حضرتوش لأن كان عندنا مكتب تنفيذي في النادي الأهلي، فلكن اللي أنا فاهمه إن في لجنة من بعض الأندية منهم الظهور منهم سموحة منهم متهيألي الأهلي وزمالك طبعا، وبالأهلي وزمالك أساس يعني. هل حضرتك اللي هتمثل الأهلي في اللجنة دي؟ حضرتك أنا حاليا ممثل الأهلي في هذه اللجنة. تمام. أنت اللجنة دي هيكون دورها إيه بالظبط يا باشمهندس؟
هي بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه وتشوف اللوائح اللي هتتعمل. يعني انت هتصيغوا لائحه من خلال لجنه الانديه دي؟ اللجنه الاولمبيه ومن خلال بعض المستشارين، يعني مش احنا بس اللي هنصيغ، لكن احنا هنبقى موجودين ضمن المفروض ضمن اللجنه اللي بتصيغ اللوائح دي عشان تعرض على الجامعات العموميه بتاعت الانديه. ما اصلا في البيان اللجنه الاولمبيه بتقول ان لن تتدخل اللجنه الاولمبيه في عمل لجنه الانديه، وان انتوا هتعملوا اللائحه وبعد كده تعرضوها على لجنه مشكله من اللجنه الاولمبيه عشان نشوف هل متفقه على الميثاق الاولمبي ولا لا. يعني اذا انت هيبقى منوط بيكم من خلال بس استعانه بمستشارين، بس انتوا في النهايه اللي هتعملوا كل الكلام ده. ما هو الصح حضرتك ان هي يرجع للاصل، يرجع للجامعات العموميه بتاعت الانديه، ما يرجعش لا يفرض عن طريق وزاره الرياضه. نعم نعم، يعني بحيث ان كل بيبقى فيه مشروع لائحه، واللائحه دي بتعرض كل جد. مش شرط يا استاذ محمد، برضه الناس لازم تفهم، مش شرط ان لائحه النظام الاساسي بتاعت النادي الاهلي تبقى هي بالظبط لائحه النظام الاساسي بتاعت نادي الزمالك، مش شرط، ممكن دي تبقى فيها اختلاف، لكن في الاخر المفروض اللي بيقر هذه اللائحه وبيقر لهذا النظام، لان هو اللي بيبقى مسؤول فنيا واداريا عنه، هو الجمعيه العموميه بتاعته. تمام. طب انا امبارح قلت خبر ان اتحاد كره اليد الدولي ارسل هو الاخر لاتحاد الكره المصري، كره اليد المصري، لا الاتحاد المصري، عشان يسالوا ايه ازمه الانديه ومشكلتها مع التدخل الحكومي، وطلبوا تقرير سريع عن هذا الامر حقيقي هذا الموضوع. مظبوط الكلام فعلا، والاتحاد المصري لكره اليد بعت لنا جواب، بعت الانديه كلها جوابات. نعم. ومثال ان بعض الانديه رد، احنا النادي الاهلي ردينا عليه حوالي من اول امبارح، وقلنا ان فعلا في تدخل حكومي في الهيئات الرياضيه، وان احنا بعتنا شكوى للجنه الاولمبيه المصريه، والجواب ده راح للاتحاد كره اليد المصري. طب وهل معنى كده ان اتحاد كره اليد الدولي ممكن يوقف النشاط في مصر؟ او ممكن بص محرك، ما هو المشكله او الاشكاليه النهارده ان احنا داخلين في حاره سد دلوقتي، ممكن يبقى من خلال اللوائح ومن خلال الكلام اللي بيتعمل من خلال وزاره الرياضه والجهه الاداريه ان احنا مصر فعلا توقف نشاطها العالمي الدولي. طب دي تبقى مشكله كبيره حطينا فيها سياده الوزير، هل بقى عن قصد او غير قصد انا مش عارف. طب انا عندي سؤالين بس عشان اختم، انا طولت عليك معلش يا باشمهندس. الله يخليك. امبارح الوزير اجتمع مع مديرين مديرات الشباب على مستوى الجمهوريه في المركز الاولمبي في المعادي. تمام. وانا تسربت حاجات ان قال لهم هزود لكم الاعانه الانشائيه وهنعمل، وبعدين كلمهم في اللائحه، فانا حتى قلت على الهواء ده دي يعني اشتباه في رشوه انا سميتها كده، لانه ما ينفعش اتكلم عن زياده منشات في الوقت اللي عايز افرض لائحه واطلب من المديريات انها تتكلم مع الانديه عشان يوافقوا على اللائحه، فيبقى عندي اطلع اقول ان انا عندي 500 نادي موافقين وبس، ما فيش غير 12 13 زي ايام المهندس حسن صقر لو تفتكر، نفس المنهج نفس المنهج. تمام. انت ايه رايك في جمع المديرين والمديريات، وان انا اقول لهم هزودكم فلوس من باليمين بس تجيبوا لي موافقات الانديه على اللائحه بالشمال؟ ايه رايك لو طلعت قال ان في 450 نادي او 500 نادي في مصر موافقين، وما فيش غير 10 15 بس اللي غير موافقين؟ والله حضرتك هو ده يمكن، ما هو ده يعني، شوف سبحان الله اللي كان بيحصل قبل كده هو اللي هيحصل تاني. نعم. واللي هو كان بيشتكي منه نفسه العمري فاروق قبل كده. انا فاكر يعني كان هو دايما بيشتكي من هذا الموضوع، للاسف هو ماشي برضه في اتجاه او في نفس المسار اللي كان ماشي فيه الناس اللي قبل كده، لكن احنا في الاخر كله يا استاذ محمد احنا كانديه كبيره وانديه محترمه، انديه ليها ثقل في على مستوى الرياضي في مصر، متهيألي ان احنا برضه مستنيين نشوف القرارات بتاعت اللجنه الاولمبيه المصريه من خلال اللجنه الاولمبيه الدوليه هتعمل ايه. ما هو نادي زي 10، نادي زي 500، حتى لو 500 موافقين، ما مش في تدخل حكومي. هو الظاهر ايه يعني؟ هل هو حق يرضي باطل؟ ما هو الظاهر بس طبعا عشان يبان للراي العام ان انتوا بتتخانقوا عشان الثمان سنين بس، هو ده المطلوب. ما هو حضرتك هو الثمان سنين ده حق يرضي باطل صدقني، وليس لم ما جبناش سيره الثمان سنين ولا عايزين نتكلم في، وانا قلت لو ما عملش اللائحه كانت انتخاباتكم جرت على اللائحه القديمه وبرضه اتطبق الثمان سنين. كل اللي عايزين، انا اتمنى ان القناعات اللي كان عليها سياده الوزير قبل ما يبقى وزير هو اللي ينفذها، واحنا كنا متوسمين خير من هذا الموضوع حتى لو نفذها بعد سنتين. ده كان سؤالي، انت كنت متوقع ان العمري فاروق تنقلب افكاره بهذه الصوره؟ الحقيقه اطلاقا، يعني انا مش عارف هل يعني مش عارف انا، وانا على يعني على فكره انا من الناس اللي بحترم العمري وبحترم قدرته الفكريه، ويمكن من الناس اللي انا كنت فعلا قريب منها جدا في مجلس الاداره، وكنت بحب دايما مداخلاته. امال ايه اللي حصل طيب؟ القلبه دي ايه؟ اساله هو بقى الحقيقه ما تسالنيش. طب انا هختم معاك في بيان اللجنه الاولمبيه، سيبك من البيان اكيد حضرتك اطلعت عليه، لكن في الفاظ عنيفه يعني كذب بيتعمده العمري فاروق، مخالفات فجه، كلمه فجه، حتى اختتم البيان ليست ارض في عزبه ورثها الوزير.
العلاقة لما تصل لهذا العنف ما بين المؤسسات الرياضية الضخمة أو المؤسسة الأولى الرياضية في مصر زي اللجنة الأولمبية وبين وزير مفترض أنه مسؤول عن شؤون الرياضة ومنسق بين كل الهيئات الرياضية، تفسيرك إيه لهذه الألفاظ؟ يعني هل ده يعني أن العلاقة انقطعت تماما وأصبح هناك ما فيش غير حل واحد أن يرحل الوزير حتى يهدأ الوسط الرياضي؟ والله بص حضرتك، انا اتمنى ان ما تحصلش ان في الاخر يعني نخش في حاره سد وفي الاخر ان يكون ناتج عن هذه المشاكل ان احنا مصر توقف دوليا. دي هتبقى مشكله كبيره قوي، ويمكن دي هتبقى يعني وصمه غير سليمه في حق وتاريخ سياده الوزير العامري فاروق. فانا اتمنى ان المشاكل تتحل، اتمنى ان يبقى في توافق ما بينهم وبين اللجنه الاوروبيه، اتمنى ان الشرعيه بتاعه المسؤوليه الرياضيه او المسؤوليه الاولى للمسؤولين عن الرياضه في مصر يبقى من خلال التشريعات الدوليه من خلال اللجنه الاولمبيه تبقى هي المنوطه بهذا الكلام، وان الدوله لا تتدخل خالص عشان في الاخر الامور كلها صدقني الوسط كله نصر. جماهير محتقنه والانديه محتقنه والاتحادات محتقنه، مش وقت خناقات يعني، مش في وقت انت النهارده مشاكل مصر قد كده واديك شايف اهو السد ما حد عارف كمان شويه مش هيبقى عندنا ميه والنور اهو بيتقطع، يعني مصر مليئه بالمشاكل والرياضه هي المتنفس الوحيد للشعب المصري، كمان الرياضه دي ممكن تتوقف، يبقى احنا كده داخلين في حيطه سد وفي حاره سد، وتبقى مشكله كبيره، واتمنى ان يبقى في توافق، واتمنى ان الناس كلها ترجع لصوابها وان يرجع الحق لاصحابه، ان فعلا الانديه تتبع الجامعات العموميه هي تبقى مسؤوله فنيا واداريا عنها، وان اللجنه الاولمبيه تبقى هي المظله اللي احنا بنستمد منها شرعياتنا. تمام. بالنسبه لقطاع البطوله. مهندس خالد مرتجى انا بشكرك، وان شاء الله تبقى ضيف عزيز علينا قريب هنا في الاستوديو باذن الله.